على البركة. هكذا يسير شوطنا الرابع عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم والخاصة بمنافسة الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع ونسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وهنا مشوش اللي يحتل المقدمة والصدارة الأولى لأحمد بن سالم بن سليم الاكتبي يحتل مقدمة هذا الشوط، بينما في المركز الثاني يأتينا هنا ميسور لمحمد بن سالم بن سيف بالمر السبوسي، بينما في المركز الثالث أرى الوصول والغدوم مشاهين بشعار راشد بن علي بن عبيد بن مدير الاكتبي، ورابعا يأتينا هنا مريع لمنصور بن صالح بن علي الحميري، والمركز الخامس يتقدم هناك يأتي الرهاوي لمحمد بن سالم بن سيف بالمر السبوسي. هكذا هي نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، وهو شاهين اللي غير وتسلل إلى المركز الأول بشعار راشد بن علي بن عبيد بن غدير الاكتبي، يبحث عن الفوز من خلال هذا المسار، بينما يأتي هنا مشوش على المركز الثاني لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي، يتقدم نحو المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أشوف الوصول من ميسور محمد بن سالم بن سيف المر السبوسي، وأشوف أيضا يأتي هناك الرهاوي محمد بن سالم بن سيف بالمر السبوسي كذلك مقدم لنا هذا الانطلاق الجميل والمتميز، بينما شعار منصور بن صالح بن علي الحميري يتقدم على ظهر مريع على المركز الخامس و600 متر الأخير اللي تفصلنا عن خط النهاية. روح إلى الفوز وإلى الانتصار حمد بن سالم بن سليم الاكتبي في مقدمة هذا الشوط. لكن شوف الوصول، شوف الانطلاق في هذه اللحظات اللي وصل الرهاوي محمد بن سالم بن سيف بالمر السبوسي، مع المركز الثاني واللحظات الأخير الله 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 الله، مشوش على الصدارة، مشوش على المركز الأول. الرهاوي يحاول الرهاوي في اللحظات الأخير النهائية بن سليم بالمر اللحظات الأخير يا سلام، ولكن بن سليم روح إلى الفوز حمد بن سالم بن سليم الاكتبية، تهانينا على فوز مشوش وانتزاع لناموس هذا الشوط، بينما وصل في المركز الثاني اللي هو الرهاوي لمحمد بن سالم بن سيف بالمر السبوسي المركز الثالث. وصلنا شاهين لعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجه للثلاث المراكز الاولى، التوقيت الزمني 4 دقائق و46 ثانيه. تهانينا لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي.